يا اهلا بالسكر، اهلا فيكم على فيديو اليوم. انا بيان ورجعت لكم من جديد، وان شاء الله كلياتكم تكونوا هيك رواق يا رب. طمنوني عليكم، شو الاخبار؟ اول شي سويته بيومي بهاليوم يعني هو اني حطيت ماسك على وشي، لانه حاسه بشرتي كتير هيك متنشفه. ما بعرف اذا لانه ما بنشرب مي كتير، او ممكن يكون بسبب البرودة يعني اللي صارت فجأة بالجو عنا باسطنبول. كتير صار برد فجأة يعني، ممكن يعني. فقلت لحالي انه لازم هلأ رطب بالاشياء اللي انا عم باكلها واشربها يعني من الداخل، وكمان هيك بماسكات الترطيب. هدول الماسكات انا كتير بحبهم، بحب الشي اللي هيك باخد عليه نتيجة من اول استخدام، بحبهم اكتر من الكريمات. وهدول عن جد بيجوا روعة، خصوصا لوقت انه عن جد بحس بشرتي كتير تعبانة. فهيك اول ما فقت بعد ما اتوضيت وصليت وزبطت الامور وهيك يعني، حطيت هذا الماسك على وشي، عملت شي سخن اشربه، وعملت بابونج هون بالعسل، وكمان حطيت الماسك. هلا بدكم تضحكوا على اولادي، انا حطيت الماسك من هون، وهن طبعا هلا عارفين انه ماسك يعني ما انهم خايفين مني، بس انه قال ماما وحش وحش، وبلشوا يتخبوا تحت الحرام وما بعرف شو. طبعا انا العادة يعني دايما بعمل اكتر من شغلة مع بعض، وهو هذا الشيء ابدا مو صح انه انتو تكونوا عم تعملوا اكتر من شغلة بنفس الوقت يعني. تمام، مو بيصير. بحس انه الواحد بيتوتر وبيتشتت. انا كنت حاطة الماسك، عم تفرج على التلفزيون، عم بحكي مع اولادي، وكمان شو اسمه عم اطوي الغسيل، بس يلا انجزت. بعد هيك فاقوا اخواتي، قلت لحالي استغل الفرصة واخد شغلة شي ساعة هيك منه بريك، ومنه كمان باخد طاقة ايجابية من الرياضة وانه روح النادي. فهيك لبست، مجرد ما الواحد يغير تيابه ويلبس هيك لبس الطلعة ولبست الشنطة الجديدة تغير المود. تمام، وكمان لحالك انت بس تروحي تعملي التمارين تلعبي الرياضة عن جد بيتغير المود اكتر واكتر. وهون صار لي فترة بدي اقولكم عم بستخدم السماعات، لانه دايما في صوت اغاني بالنادي، وانا يعني الحمد لله هاي الفترة عم حاول ما اسمع اغاني ومبسوطة يعني، اصلا بطلت حب الاغاني. فلحتى يخف الصوت، خصوصا بالدرس صوت الاغاني كتير عالي، بحسه كتير مزعج، بيوجع الاذن. فهيك حسيت حالي عن جد انه عم بتخفف من الصوت، صح ما في كتم بس عم بيخف. وبعدين بلشت العب بالتمرين. لحقلكم اليوم شو التمارين اللي عم بلعبها، لربما انه حدا عم بيروح ما في مثلا كوتش او مدرب. طبعا اول شيء بنبلش بالتحمية، تمارين التحمية واللي هي على جهاز المشي. ممكن في كمان جهاز بيشبه جهاز المشي اللي رح فرجيكم اياه. انا اول شيء بعمل تقريبا حوالي 10 دقائق على جهاز المشي، ببلش بشكل بطيء، بعدين ببلش بسرع مثلا وبزيد الصعوبة. بعدين هون بعمل تمارين البطن، هذا الجهاز هيك للمعدة للبطن كتير روعة. اوقات بعمله بعد الدرس، بحس انه ممكن استفيد اكتر لانه بيكون نسبة الحرق اعلى. اوقات مثلا مثل اليوم ما كان في درس، فخلاص بس بعمل فيه، وبعدين بعمل هذا الجهاز اللي انتو شايفينه قدامكم، كمان بعمله حوالي اوقات 10 دقائق اوقات 5 دقائق حسب. تمام، بعدين هلا هون بيجي بعمل التمارين المعدة لحالي. بالاول كانت عم تساعدني الكوتش بهدول التمارين، بعدين انا خلص يعني تعودت عليهم، بعملهم كلياتهم لحالي، وبالاخير هن يعني كتار، انا ما بعرف شلون، ما بعرف شو اسمائهم، حتى ممكن هلا اكتب لكم اياهم على الشاشه ممكن. وكمان اخر شيء بخلص ب الحبله، بعمل 100 حبله. هلا المفروض اعمل 200 بس انا بعمل بس 100، بحس انه خلص بكفي.
كل هالتمارين بتاخد معي حوالي ساعة ونص تقريبا، والحمد لله خلص هيك برجع طاقتي حلوة، يعني برجع طاقتي حلوة كتير، وما بفطر لحتى أخلص الأمور اللي بقيانة علي بالبيت. فبينقسم علي شغل البيت على عدة أقسام. أول قسم قلت لكم الشغلات الرايقة الهادية، واللي هي مثل طوي الغسيل. بعدين لما أرجع بكون جايبة معي شوية غراض، الشي اللي بده تفضاية بفضيه، بشوف إذا المجلة فيها عليها شي كمان برتبة. بعدين بعمل فطور ونفطر وبضبضب بعد الفطور، وبعدين أنا هون خلص طاقة ما في، بتعب يعني، بحس حالي إنه عن جد تعبت. فبيضل علي الروتين المسائي، وقديش أنا حكيت لكم عن الروتين المسائي وقديش هو بنظم يومكم، بتشوفوا أكيد عندي على القناة، ورح أترك لكم كمان الرابط بالوصف بأول تعليق. هلا هون كنت جايبة هدول المطربانين، بدي فضي غسلتهم وبدي فضي فيهم التمر والهيك مجففات يعني، وحطهم بالركن اللي هلا رح نعمله مع بعض. هالأكلات هاي بحسها انه هيك شلون بدي اقولكم، بديل صحي للبسكوتات والشوكولاتات وهدول الشغلات. حتى ولادي اول فتره ما كان يعجبهم، يعني انه مثلا ما بدنا بسكوت هيك بقلب النهار او شوكولا او اي شيء، او اكلات طيبين يعني هن حافظينهم دائما بيقولوا بدنا اكلات طيبين. حتى انا صرت اقول لهم اللي بيقول لي بدنا اكلات طيبين ما رح اعطي، يقولوا لي بدنا اكلات مضرين مشان اعطيكم، لحتى يعرفوا انه هدول مو طيبين، هدول مضرين. تمام. فصار اسلام ماما بدي اكلات مضرين، قلت له ما عنا اكلات مضرين. هيك اخر فتره، فاول فتره عذبوني بس بعدين تعودوا على التمر، تعودوا على هدول الشغلات، وبناكل اكلات مضرين من الحين للاخر. هون حطيت هيك اكتر فناجين بحبهم على الرف اللي من فوق، حطيت حبهم هي النبتة الصغيرة. على فكرة كل الشغلات اللي حاطتها على الرف من فوق هن من رفقاتي، النبتة هي من رفيقة سافرت الله يسلها يا رب، الفناجين المقات من رفيقة، وكمان المق اللي هيك كبير لحاله كمان اجاني هدية بعيد ميلادي فمن رفيقة ثالثة، فهيك غاليين على قلبي. حطيتهم من الرف الفوقاني، والرفوف الباقية مثل ما شفتوا حطيت الزهورات، التمر، الحليب، يعني هدول الشغلات اللي هيك. وحطيت هون هدول السلسلتين مكتوب عليهم القهوة، وحطيت الدلات القهوة تحتهم، حسيت انه هيك صار ركن للقهوة. قولوا لي شو رأيكم فيه. هلا انا صح ما بحب القهوة وغشاشة، يعني بضل بساوي لكم شغلات للقهوة، انا اساسا ما بشرب قهوة كتير يعني، بس نسكافيهات وهيك، بس حسيتهم انه حلوين مو؟ بعد هيك بكون فرطت من الجوع وباكل. هلا هاد يوم تاني بس بقلب الاسبوع، هو كان عيد ميلاد ابني بهذا الشهر يعني، ومن الشغلات اللي انا وعدته فيها او هو انه طالبه مني انه يروح على البحر. الحمد لله اني قدرت احقق له، يا رغم انه الجو يعني كتير مطر، كان مطر ودفى عرفتوا علي، فالجو كان بجنن. انا ما عندي مشكلة بهي الشغلات يعني، ما كتير انا كتير بحب الطلعات والفوتات، فما كتير بقول لا يعني على شغلة انه نطلع حتى لو كان الجو مطر. بعد هيك رجعت بدي اعمل اكل هيك شي سريع سريع، فانا كمان بناء على طلب الاولاد بدهم برجر، فبالعاده بناكل برجر عند البرجر كينج. تمام. فقلت لحالي هالمره لا بدي اعمله بالبيت، نحن اساسا مقاطعين، فجبت الشغلات اللي
هيك كل الحبشتكلات تبع البرجر. هلا هاي من اللي بتستخدم بقلب البرجر بس انا ما بحبها. رجعتكم الثانيه النيجتس كمان بتستخدم بقلب البرجر كتير طيبه، بس المره هاي شو جبت شيء ثاني كتير اطيب، تمام، اللي هو مثل الكريسبي بس كتير بيطلع اطيب بقلب البرجر. جبت الصوص الخاص بالبرجر والمخلل، وكمان في جبنه خاصه بتجي هيك لون ان كانت شدر. هلا اول شيء بنعمله هو اني بقلي بقلي بالزبده الحيوانيه. صبايا من زمان كتير انا ما بقلي بالزيت، ومن جديد بطلت حتى استخدم زيت الزيتون بالطبخ لانه سمعت انه ما نو منيح، انه الصحي اكثر شيء هو زيت جوز الهند او السمن الحيوانيه او الزبده الحيوانيه. فالحمد لله في زبده حيوانيه موجوده ومتوفره كتير يعني هون بالماركتات التركيه. بعدين غسلت الخضره، غسلت الخس بالبندورة قطعتهم، وكمان مخلل، وبلشت بتحضير البرجر. كمان بدي لكم شغلة كتير طيبة بالبرجر اللي هي البصل، شرحات البصل. لما انتو هيك تدبلوا بصل تكرملوا كرملة كمان ينحط بقلب البرجر، يا الله شو بيطلع طيب، كتير طيب. هذا اللي هلأ انا عم بعمله كلهم هدول الخطوات، اذا بتطبقوهم رح تدوقوا او رح تاكلوا اطيب برجر ممكن تدوقوا بحياتكم. هلا هيك صار شغل مطاعم، كل شي جاهز قدامي بس علي التطبيق بقلب الساندويتش. وبالمناسبة بدي احكي لكم انه الدجاج اللي قليناه كتير كريسبي هيك مقرمش يعني، فما تفكروا انه اذا انتو ما قليتوا بزيت بغزارة انه ما حيطلع مقرمش او رح تطلع هيك مو طيبة. لا عن جد مرة على مرة بيصير بيزبط معك أكتر، بتصيري بتعرفي قوة النار والكيف هيك تعمليها. عن جد أنا صار لي فترة كتير طويلة عم بقلي بالزبدة، وبنصحكم إنه تبلشوا تقلوا مثلي هيك بكمية زبدة خفيفة أهون من إنه نقلي بزيت نباتي مضر. إجمالا هي الأكلة ما صحية أنا بعرف، ولكن هيك شوية تستب شغلات صغيرة ممكن إنه تصير يعني أقل ضرر. بما انه وصلتي معي لهون بالفيديو فانتي لازم تسمعي هاي الحكمة، هاي الحكمة بس للصبايا اللي هيك بيوصلوا معي لنهاية الفيديو للي بحبهم كتير. فحكمة اليوم بتقول: اذا كنت تحب السرور في الحياة فاعتني بصحتك، واذا كنت تحب السعادة في الحياة فاعتني بخلقك، واذا كنت تحب الخلود في الحياة فاعتني بعقلك، واذا كنت تحب ذلك كله فاعتني بدينك. سبحان الله، يعني ديننا شامل كامل وافي لكل شيء، لكل مسرات الدنيا والآخرة. فإن شاء الله هيك الله يقدرنا إنه نكون على قد الاستطاعة هيك عم ندير بالنا على صحتنا وعقلنا وخلقنا وديننا، ومنسعى بهالدنيا بأمل وعيننا لسه على الآخرة. لهون صبايا أنا بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. غدانا اليوم صار جاهز كتير طيب، بنصحكم تجربوه. وبس والله ما تنسوني من دعواتكم الحلوة، وإن شاء الله لكم المثل يا رب. تضلوا بألف خير ومع السلامة. باي باي.